المجازر كنا نسمع فيها في يوم من الأيام، كان مثلا دخل نابليون على يافا قتل 4000 في يوم، نسمع هيك إنه دخل على يافا، ما هي استسلمت يافا في زماناتها لنابليون، قتل 4000 لأنها استسلمت. هذول هم، هذول هم. طب أوضح شوي شو يعني هذول هم. تاريخهم كله تاريخ دماء، وتاريخهم كله مجازر. اليهود فقط؟ لا، والغربيين لما دخلوا في المسجد الأقصى هم بيقولوا قتلوا 70000. بس قبل هيك خليني أشوف إيش أساس هذا، لأنهم هم الغربيين المسيحيين يؤمنون بالكتاب المقدس، خصوصا البروتستانت يعني منهم، اللي هم غالبا يعني أمريكا وبريطانيا وغيرها. التوراة والعهد القديم، سبق قلنا العهد القديم، العهد القديم 39 سفر كتاب، أول خمسة التوراة، أول خمسة التوراة. طب اللي بيجي بعد التوراة مباشرة شو اسمه السفر؟ اسمه سفر يشوع. مين بيؤمن فيه؟ بيؤمن فيه اليهود وبيؤمنوا فيه كل النصارى اللي بيقولوا مؤمنين، سفر يشوع. طب ايش هو سفر يشوع؟ يشوع بن نون هم بيعتبروه خادم موسى عليه السلام، وانه استلم الامور بعد موسى، استلم الامور بعد موسى، وكان الرب يكلمه، وكان الرب يكلمه ويوجهه، وامره بان يدخل ببني اسرائيل. وين؟ الضفة الغربية هاي، امره يدخل، واعطاه وعد الرب انه كل الامم هاي راح يزيلها من امامك ويملكك، يملككم انتو يا بني اسرائيل ايش؟ هذا الان دير بكم سفر يشوع، يملككم من هذه الارض. بس المهم انتبهوا للمسائل التالية. اولا، اول دخول لهم كان على اريحة حسب زعمهم، طبعا دير بكم مش ضروري يكون هذا السفر صحيح. لما دخلوا اريحة هم بيقولوا في النص يعني بأمر الرب، بأمر مين؟ الرب، قتلوا الرجال والنساء والأطفال. وأنا مرتبهم زي ما مرتبهم إيش؟ السفر، سفر يشوع، بأمر الرب قتلوا الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والبقر والغنم والحمير، ثم أحرقوا البلد، ثم أحرقوا البلد. هاي هذا اللي بيدرسوه، والسفر يشوع يدرس في المدارس أصلا عندهم، سفر يشوع يدرس في المدارس عندهم. طيب ممتاز، هذا في أريحة. ما عدا طبعا الزانية رحاب، اللي بنقول لها احنا رحاب، قال بقول لك الغرب الآن، الغرب. طب هذا دينكم هذا؟ بعدين بيجوا على منطقة اسمها كأنه بلد كاينة هون حسب ما بوصفوها هم، شو بيعملوا؟ بيلتقوا مع جيش هذه البلد، أولا بيبيدوا الجيش، وشو بقولكم؟ لم ينجو منهم أحد، أبادوا الجيش في الصحراء ولم ينجو منهم أحد. طيب بعد ما أبادوا الجيش ولم ينجو من أحد، أجوا على البلد فقتلوا كل من فيها من رجال ونساء طبعا وأطفال. وشو بيقولوا في السفر؟ وكان مجموع من قتل 12000 في هاي. طب ليش تقتلهم للناس؟ طب ما انت قابلت الجيش، انت قابل. هذا اللي بدرسوا اليهود واللي بدرسوا المسيحيين، الغربيين بدرسوه. طب انت قتلت الجيش في الصحراء وأبدته كله، ايش دخل الان البلد والاطفال والنساء وكله وشو؟ وبيركزوا في السفر كل ما بيقول لك عن قتل البلد بيركز على ما يلي: ما لم ينجو منهم احد، لم ينجو منهم احد، لم ينجو منهم احد، كله هيك قتل، كله بامر الرب، كلهم انقتلوا. ليش؟ لأنه لازم تفرغ البلد تماما مشان يسكنوها. يعني بمعنى آخر فيش إشي اسمه استسلام،
بمعنى آخر فيش شيء اسمه استسلام. يجي يقولوا لهم يا جماعة احنا مستسلمين بدناش نقاتل، خشوا لا 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 انتوا لازم تنقتلوا. هيك سفر يشوع، هيك سفر يشوع، ولم ينجو منه احد، ولم ينجو احد بحد السيف، ولم ينجو احد بحد السيف، ولم ينجو احد، واحرقوا البلد. في بلاد ما قتلوش الدواب في السفر هذا، في بلاد لم يقتلوا الدواب. اما ممنوع، ممنوع يبقى انسان حي، طفل، امرأة، قاتل ما قاتلش، هادن ما هادنش، بس اللي احتاج. فاللي احتاج وقال انا مش من هالبلاد، انا مش من هالبلاد. ليش طيب هذا؟ هذا دين، هذا دين من عند الله. بيجي ملك الجبال بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم نتيجة انهم اذوه انه اطبق عليهم الاخشبين، يقول له لا، لعل الله يخرج شيك. والآن أكثر ناس بتبجحوا في قضية مدني ومش مدني، مين هم؟ شوفوا، عارفين ليش هم قصة مدنيين ومش مدنيين منين اخترعوها هاي؟ هذا من حروبهم بين بعضهم، من كثر ما شافوا ويلات في الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب اللي قبلها بين بعضهم، وكونهم وحشيين وكانوا يبيدوا بعض إبادة في أوروبا وغيرها. أصلا هم الأمريكان أبادوا 120 مليون، 120 مليون من الهنود الحمر، أبادوا 120 مليون من الهنود الحمر. وأعلمكم الأمريكان لحد اليوم، لحد اليوم زيهم زي أي دولة أوروبية ثانية، جيوشهم تمارس من القتل أشياء في غاية البشاعة. طب وليش اللي بيعلنون إياه هذا؟ أمام تحقيق أهدافهم على فكرة، أمام فيش مبادئ. وهذا مهم على فكرة تفهموه أنتوا ويفهموه الشعوب العربية والإسلامية، إنه هذا اللي بيعلنوه كلام، وهي بدلنا نكشفهم إحنا أصلاً. أنت صاحب مبدأ، أنت إذا بتقول أنا بقتلش الطفل والمرأة لأنه غصب عنك، أنت الله بيفرض عليك، أنت هذا حكم شرعي، لا يجوز قتل النساء والأطفال، أنت بس كيف؟ هذا حكم شرعي عندهم، حكم إيش يا أخوي؟ إذا يشوع، هيو يشوع، إذا طب ولا شو هاي قصة المعاهدات اللي بينكم؟ هذه معاهدات مشان يلطفوها على بعضهم نتيجة حروبهم، حروبهم اللي كانت يعني أكثر شعوب تقاتلت وأبادت بعضها البعض، هم الغربيين. ولكن ديروا بالكم الشعوب لا فيها إنسانية بتكون، يعني إيش ما يكونوا الشعوب بشكل عام، يعني أنتوا لو تشوفوا أي أمة من أمم الأرض تذبح هيك بتذكثور، لا أنت إنسان، ولكن ثقوا تماما، الساسة شياطين مش معنيين بقيم ولا بأخلاق، هم فقط أمام الناس، فقط أمام الناس. ولكن كل شيء الآن مسجل، واليهود رح يدفع الثمن، رح يدفع الثمن. بعدين شوفوا، إذا بذكر مليح، في 2008 الأمم المتحدة، انتبهوا الآن وهذا سجلوه للمستقبل، لأنه لا رح تشوفوا رح تنقلب الموازين، ولازم يتذكروا الناس الآن إيش قالت الأمم المتحدة. قالت إنه هدول اللي انقتلوا من شيوخ وناس غير مقاتلين، هذول مش مدنيين. ابحثوا عن التصريح الأمم المتحدة راح تشوفوا هذا الكلام. الناس اللي بيحملوش سلاح هذول من الشباب والشيوخ، طلع من تصريح من الأمم المتحدة انه هذول مش مدنيين. بس ممتاز، لازم نعرف انه هذول فعلا البالغين من الذكور، البالغين من الذكور بما فيهم الشيوخ، بنص الأمم المتحدة هذول مش مدنيين. كله لازم الأمة تسجله، ما في شيء بيضيع.